بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد حمزة، مدرس وحدة أمراض الصدر جامعة طنطا. احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم وصغير ومش بيتعبنا في المذاكرة، لانه حجمه صغير اوي في الكتاب، هو عن صفحتين تقريبا، لكن رغم كده الحالات الكلينيكال فيه بتيجي كتير جدا وبنحتاجه كتير اوي في العمل، وبرضه الاسئلة الشفوي والام سي كيو فيه كتير اوي في الامتحانات. الجزء بتاع النهاردة الأكيوت برونكولايتس. يعني ايه أكيوت برونكولايتس؟ من اسمها ده أكيوت انفلاميشن في البرونكيول أو الديستال بارت بتاع البرونكيال تري. طيب هل لو احنا اتكلمنا في الديفينيشن هل هتبقى الموضوع اكسكلوسيف انها أكيوت؟ لازم تكون أكيوت، مفيش حاجة اسمها كرونيك برونكيولايتس. لازم الأكيوت انفلاميشن هنا ده مهم أوي في الديفينيشن. دي فيرال انفكشن موجودة في البرونكيول وبتيجي في الفيرست ييرز اوف لايف، هتعمل اوبستراكشن. طب ده انت في الديفينيشن قلت لنا الايتيولوجي وقلت لنا الباثولوجي وقلت لنا الايج والبريزنتيشن وقلت لنا السيكول اللي هيحصل بعد كده، كل ده في الديفينيشن فعلا، لان هو علشان نعمل ديفينيشن احنا نطلع من السطرين دول كل اللي احنا هنتكلم فيه في الموضوع. اكيوت فيرال انفكشن تيجي في البرونكيول، ما عمرها في الفيرست 2 ييرز اوف لايف، ما ينفعش انها تيجي بعد كده. طب ليه ما ينفعش انها تيجي بعد كده؟ لان البرونكيولز ما زالت موجوده لكن بقت لارجر ان دايمتر. لما يحصل فيها انفلاميشن مش هتدي نفس الباثولوجيكال كاركتر بتاع الفيرست 2 ييرز اوف لايف. طيب احنا قلنا الايتيولوجي ان هو فيرال انفكشن. طيب الموضوع مرتبط بفيروس بعينه ولا ممكن كذا فيروس يعمله؟ الاسم ده ما يتنساش، respiratory syncytial virus، لان ده most common cause وده مسؤول عن 50% من حالات الاكيوت برونكولايتس. طب في other viruses؟ هنحفظ اسمها: البارا انفلونزا والادينو فيروس والميتانيومو فيروس والمايكوبلازما. طب السؤال ايه اللي يفرق respiratory syncytial virus عن other viruses causing acute bronchitis recurrence؟ يبقى الفيرست اتاك acute bronchitis غالبا respiratory syncytial virus. طب لو اتكررت البرونكولايتس مره واثنين وثلاثه ما ينفعش يبقى نفس الكوز هو الريسبيراتوري سيتال فايروس، وده بيجي كتير في الام سي كيو. يبقى فيرست اتاك برونكولايتس غير ريكرنت برونكولايتس. فيرست اتاك ريسبيراتوري سيتال فايروس هو الموست كومن كوز. طب ينفع ريسبيراتوري سيتال فايروس يجي مره واثنين وثلاثه لنفس الطفل؟ الاجابه لا. طب لو اتكررت الاكيوت برونكولايتس يبقى مش respiratory syncytial، يبقى هنتكلم في الانفلونزا لايك فيروسز اللي هي الحاجات الشبايه الانفلونزا، عيلة الانفلونزا اللي هي البارا انفلونزا والادينو فيروس والميتانيومو فيروس. طيب ايه السورس اوف انفكشن؟ يعني الفيروس ده جه منين للطفل اللي لسه عمره شهرين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ غالبا بيكون من اخوه اللي اكبر منه اللي بيختلط معاه وبيكون ان كونتاكت معاه، فغالبا هو بياخد ده من other respiratory illness موجود عند اخوه اللي اكبر منه او elder family member موجود في الاسره. طيب السؤال، طب هو هيجي لاخوه الكبير ازاي وانت لسه بتقول ان الديزيز ده بيجي في الفيرست 2 years of life؟ الكلينيكال بيكتشر دي تيجي في الفيرست 2 years of life، لكن اخوه اللي اكبر منه اللي عمره 5 سنين و6 سنين عنده respiratory syncytial virus وموجود الكوز، بس مش هيعمل له bronchitis، هيعمل له other respiratory illness، دور برد عادي خالص زي اللي بيجي لنا كلنا اللي هي الفارينجايتس والراينايتس والحاجات الكومن كأبر اير واي ديزيز. يبقى هو في الالدر تشايلد مسموش اكيوت برونكولايتس، لكن هو ديزيز يحتمل الترانسميشن فايرال انفكشن من الالدر تشايلد للياندر تشايلد. طيب في وقت معين في السنه هو ده اللي يحصل فيه الاكيوت برونكولايتس، الوينتر والايرلي سبرينج اللي هي وقت من اول شهر 9 لحد نهايه شهر 2 و3 اللي احنا فيهم دلوقتي، هو ده اكتر وقت بيحصل فيه الاكيوت برونكولايتس اللي هي الفيرال انفكشن. ده مرتبط بتيارات الجو، الفيروس بيعيش في درجه حراره معينه ما يقدرش يعيش في الصيف او في الحر في الشديد. طيب ايه اللي قلنا الايدج اوف انفلونزا؟ قلنا الهايست بيك من عمر شهرين لعمر 10 شهور، ورير انه يحصل تحت عمر شهرين، ورير انه يحصل بعد عمر السنتين. يبقى البيك انفلونزا بتاعتي من شهرين ل 10. ايه البريدسبوزنج فاكتورز؟ ايه الحاجات اللي لما اشوفها في طفل اقول لا ده عرضه اكتر من غيره ان يجي له اكيوت برونكولايتس؟ الميل انفلونزا والبريترم بيبي، لان الاثنين دول عندهم حاجه اسمها نارو اير واي.
لما يكون عنده نارو اير واي فهو لايبل اكتر للاوبستراكشن، فلما هيجي له الفايرال انفكشن هتديني البيتشر وفاتيول برونكولايت. طب الانفايرمنت ليها دور؟ اه ليها دور، وده الدور البريفنتابل اللي انا اقدر احافظ عليه واقدر امنعه، زي تعرض الطفل لاعداد كبيره في الحضانات وفي المدارس في الاماكن المغلقه والاماكن الزحمه، كل دي حاجات بتساعد على ترانسميشن الفايرال انفكشن. الباسيف سموكينج، الاب مدخن وبيدخن في البيت وجنب الولد والولد بيتعرض للتدخين السلبي. النمبرت انفنت، نمبرت فيد انفنت، الطفل اللي ما بيرضعش رضاعه طبيعيه، اللو سوشيو ايكونوميك ستيت، كل دي حاجات انفيرمنتال فاكتور لكن بريفنتبل. لكن الميل والبري تيرم دي حاجات نون بريفنتبل، انا ما اقدرش امنعها. طيب ايه اللي حصل في الباثولوجي؟ اللي حصل كلمتين اتنين ما ينفعوش، ديفيوز وبارشال برونكال اوبستراكشن. لازم البرونكال اوبستراكشن اللي حصل يكون ديفيوز، ولازم يكون بارشال علشان يديني الصوره بتاعت الاكيوت برونكولايتس. طب ده هيحصل نتيجه ايه؟ الوول نفسه الثيكنس بتاعته زاد، لان بدل ما كان الثين وول بقى ثيك وول بسبب الميكوزا القديمه، وبدا يحصل انفلتريت في الصاب ميكوزا وفي اليومن الوول بتاع البرونكيول، فيبدا يحصل نهرونج لليومن. جوه اليومن نفسه بدا يبقى فيه دبرس، بدا يبقى فيه ميوكس، الميوكس اللي طالع من الجوبلت سيلز ده بدا يخلي اليومن يضيق اكتر واكتر. كل دي حاجات توصل لي في الاخر ان انا بقى عندي نارو اير واي. طب النارو اير واي ده الاير اللي داخل منه واصل لحد الالفيولاي قلب، فبدا الالفيولاي يحصل فيها اريا اوف كولابس اند اتليسيس، وفي نفس الوقت بدا يحصل اماكن فيها باد اريشن فيحصل عليها سكند بكتيريال انفكشن، فيبدا يحصل فيها كونكلوديشن. يبقى السيكولي بتاع البارشال نارونج اللي حصل في البرونكيول هو حاجتين، هو اريا اوف كولابس اند اريا اوف كونكلوديشن حسب درجه النارونج اللي حصلت في الاير واي. طيب ايه اللي هيحصل في الكلينيكال بيكشر؟ الكلينيكال بيكشر هتبدا كلها بحاجه اسمها كومون كولد لايك سيمتومز، اللي احنا اتفقنا ان الفيروس مش هيوصل للور اير واي والبرونكيولز من غير ما يعدي على الابر ريسبيراتوري تراكت. يبقى هيديني كومون كولد لايك سيمتومز اللي هيعقبها مرحله الويز، والويز يعمل ديزنيا اند كاف. يبقى الكاف والديزنيا هنا سببهم الويز، والويز دي اللاند مارك اللي هتفرق للكومون كولد العادي عن الاكيو برونكولايتس. الكومون كولد العادي مفهوش ويز، لكن البرونكولايتس طالما بدأ يبقى فيه ويز يعني بدأ يبقى فيه النارو والاير واي اللي هو البرونكيوز اللي بيصاب في مرحلة الباثولوجي. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لو الموضوع مايلد هنقف عند المرحلة دي. طب لو الموضوع مودريت وكبير يبقى هندخل في مرحلة الريسبيراتوري ستريس بالجريدز اللي احنا عارفينها. يعني هيبدأ الموضوع مع الأول بتاكيبنيا، يبدأ الموضوع بعد كده بوركي جيلانزاي، بعد كده شيفت ريتراكشن، بعد كده الطفل يبدأ يدخل في مرحلة جرانتنج وستاينوزس اللي بالتالي هتخلي في ديسكال اوف فيدنج، وكل دول يؤدوا في النهاية لديهايدريشن لأن هو فقد القدرة على الفيدنج، فدي هتعمل ديهايدريشن. بالإضافة إن التاكيبنيا العالية، إحنا اتفقنا ان التاكيبنيا بتزود الانسنسبل ووتر لوس وبتزود الفقد اللي الطفل بيفقده من سوائل الجسم، فده طبيعي هيؤدي للديهايدريشن. السيانوزس في الاول بيبدا سيانوزس وسكراينج اللي هو المجهود بالنسبه للبيبي اللي عمره كام شهر، بعد كده هيبقى سيانوزس اتريس، ودي الليت ستيج بتاع الاكيوت برونكولايتس السيفير كيسز فيها. الكورس الطبيعي بتاع المايلد كيسز من يوم لثلاث ايام الموضوع بيسبسايد ومفهوش اي مشاكل. طب السيفير كيسز ايه اللي يحصل فيها؟ لا الموضوع ممكن يوصل لحد 10 ايام، من 3 ل 10 ايام، والبيك بتاعتنا بتكون اليوم الثالث، ويبدا الموضوع بيحتاج ل 10 ايام على ما يحصل له كومبليت ريميشن. لكن هل ينفع طفل عنده ويز بقى له اسبوعين او بقى له ثلاثه نقول ده اكيوت برونكولايتس؟ الاجابه لا. يبقى الشارب لاين بتاعنا ايه؟ اخرنا في الاكيوت برونكولايتس هو ال 10 ايام. طب الريكرنس موجود؟ ممكن، لكن مش بالريسبيراتوري فايروس. الريسبيراتوري فايروس بيعمل سنجل انفكشن مش ريكرنت انفكشن، يبقى الريكرنت هنا هيبقى بأذر فايروس. طيب ايه الكومبليكيشن اللي وارده انها تحصل في الحاله دي؟ احنا اتفقنا ان اول حاجه هندخل في ريسبيراتوري ستريس بعد مرحله الايه، هندخل في ريسبيراتوري ستريس، وريسبيراتوري ستريس هنعتبرها كومبليكيشن، يبقى الهايبوكسيميا او الريسبيراتوري فيلير دي اول كومبليكيشن. طب الطفل الصغير اليانج انفانت اللي عمره اقل من 6 شهور
ده لايبل ان يجيله حاجه اسمها ابنيتيك فيل، يدخل في ابنيه اتاك في الابنيه. الام تيجي تقول الولد ده بينهك، وهو بينهك ببص الاقي مره واحده التنفس بتاعه وقف لحد لحظات، وبعد كده يرجع نفسه ويشتغل تاني. يبقى دي اسمها ابنيك فيل، ودي بنشوفها في اليونج ايج. ده تاني سبب قلناها، هو قلنا بعد الجيرد ممكن الجيرد تجر فلكس في اليونج انفنت تعمل ابنيك فيل، وقلنا الاكيو برونكولايتس ممكن يعمل ابنيك فيل. طيب ده فايرال انفكشن من البدايه، بادئ فايرال انفكشن. طب افرض ان جاله سوبر ادد بكتيريال انفكشن عليه، ساعتها بقى اسمها بكتيريال برونكونومونيا، يعني دخلنا في التهاب. طب ايه الكومبليكيشن الثانيه؟ الكومبليكيشن الخاصه بالهارت. طيب اي طفل الهارت بتاعه سليم ممكن يجيله كومبليكيشن في الهارت او كارديو كومبليكيشن؟ الاجابه لا. ده محتاج طفل يكون هو اصلا اوريدي عنده كونجنيتال هارت ديزيز. الكونجنيتال هارت ديزيز تخليه لما يجيله اكيوت برونكولايتس يدخل في كونجستيف هارت فيلر. لكن مش كل الاطفال هيجيلها هارت فيلر من الاكيوت برونكولايتس، احنا بنتكلم على الطفل اللي اوريدي عنده كونجنيتال انومالي في الهارت. الديث مورتاليتي 1%، وده الرقم ده مهم لانه بيتسال في الام سي كيو كتير. 1% مورتاليتي من الريسبيراتوري فيلير ومن الهارت فيلير لو العيان كاردياك، ومن الديهايدريشن ومن النمونيا اللي ممكن تحصل في السكندري بكتيريال انفكشن. الاخيره ديت ناس كتير ما بتبقاش فاهمها، ودايما بسال السؤال ده، يعني ايه برونكال هايبر اكتيفيتي؟ ايه دخل الفيرال انفكشن اللي حصلت مع الاكيوت برونكولايتس انها تعمل برونكيال هايبر اكتيفيتي؟ هايبر اكتيفيتي يعني تهيج في الشعب الهوائي. يعني الولد ده بعد ما يخف الام تيجي تشتكي شهور بعدها، الولد ما عادش مستحمل حاجه، من اقل شويه تراب صدره بيزيق، من اقل شويه هواء بيبدا يفح الولد، من اقل شويه عطور او روائح او بطانات او بخور او اي ملوث في الجو، سواء حاجه اندور جوه البيت او اوت دور في الشارع، الولد يبدا يجيله برونكوسبازم ويبدا يدخل في اتاك شبيهه باتاك الازمه. فمش بس كده، ده لو ان جزء كبير من الاطفال اللي بيجي لها برونكوليتس ممكن تكمل بعد السنه الاولانيه من عمرها، يجي لها مايلد ازمه وتكمل فتره طويله بعدها. يبقى ده معنى كلمه البرونكيال هايبر رياكتيف، اللي هو تهيج الشعب الهوائيه اللي ممكن يقعد فتره طويله بعد الفيرال برونكوليتس نفسها. هل الحالة محتاجة انفستيجيشن؟ الإجابة لا، لكن لو دخلنا في كومبليكيشن يبقى لازم نعمل انفستيجيشن. يبقى الإكس راي هنا مش روتين، مش كل عيان برونكولايتس جايلي عنده كومون كولد وبعدها بيوم أو اتنين بدأ يجيله ويل أقول له روح اعمل لي أشعة على الصدر. إحنا بنتكلم ده فور اكسكلوجن أوف سكندري باكتيريال انفكشن اللي هي البرونكونومونيا. يبقى أنت قلت في الكومبليكيشن إنه ممكن يحصل نمونيا، يبقى الإكس راي هتفرق لي حصل نمونيا ولا لأ. طيب ايه تاني انفستيجيشن مهمه وتنطلب في الحالات البردو سيفير؟ مش اي عيان برونكولايتس هطلب له اي بي جي ارتيريال بلاد جاز. ارتيريال بلاد جاز انا هطلبه في المودريت سيفير كيس عشان اشوف بدا يبقى فيه هايبوكسيميا، البي اي او 2 بدا يقل، هل بدا يبقى فيه هايبر كابنيا، البي اي سي او 2 بدا يزيد. الكلام ده يديني مؤشر هل في امبيندنج ريسبيراتوري فيلير ولا لا في الحال. الحاجة الثالثة ان احنا نبدأ نكونفيرم البريزنس بتاع الفيروس نفسه بان احنا نعمل حاجة اسمها نيزوفارينجيال سواب، اخد مسحة من النيزوفارينكس وابدأ ادور على الفيروس نفسه بالبي سي ار، زي المسحة اللي احنا بنعملها في الكوفيد، زي المسحة اللي بنعملها في اي فيروس انفكشن، ان انا اخد سواب من النيزوفارينكس وابدأ اعمل عليه فيرال كلتشر او اعمل عليه بي سي ار. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ انت اول ديفرنشال دايجنوز عندك البرونكيال ازمه، والبرونكيال ازمه هي التطور بتاع الاكيوت برونكولايتس زي ما اتفقنا، بس هيزيد عليها الرجيك هيستوري، هيزيد معاها فاميلي هيستوري، هيزيد معاها ريكرنس، هيزيد معاها ريسبونس على البرونكودايليتور. ولو العيان ده الرجيك ازمه او اللي احنا بنسميه الهايبر اي جي اي ميديتد ازمه هيبقى معاه ايزينوفيليا. الديفرنشال دايجنوز تاني برونكونومونيا، احنا قلنا الاكيو برونكولايتس دي فايرال انفكشن، برونكونومونيا غالبا في الفيرست يير بتكون بكتيريال، يبقى ده مهم ان احنا نفرقهم الاثنين عن بعض. والبرونكونومونيا فيها هاي فيفر، الاكيو برونكولايتس ما فيهاش. الاكيو برونكولايتس فايرال انفكشن السي بي سي بتاعته نورمال، لكن في البرونكونومونيا هنلاقي فيه ليكوسايتوزيس. الاكيو برونكولايتس فيه ويل، لكن البرونكونومونيا فيه كريبيتيشن، كونسونيتنج كريبيتيشن موجوده بايلاترال وبيل. اذر كوزز اوف ويز شيفت، وده هنشوفه في الكلينيكال
كديفرنشال دايجنوستس، لكن مش عليكم، مفيش موضوعات عندكم للويزي انفانت غير الاكيوت برونكولايتس والازما والبرونكونومونيا، دول كافيين قوي لحد كده كمستواكم كطلبه. لكن طبعا في حاجات تانية بتعمل ايه، زي الكرونباتي، زي سيليريسكانيزيا، زي كونجنتال لانج ديزيزز كتير، زي حالات الكونجنتال اوفر انفيزيما، زي حالات الكرونباتي اسبيريشن، في حاجات كتير. لكن ده مش مواضيع تهمكم انتوا، يهمكم الثلاث حاجات اللي انت خدتهم في الموديول بتاع الشيفت اللي بيعملوا ايه، اللي هم البرونكونومونيا، الاكيوت برونكولايتس، والاكيوت برونكيالاس. التريتمنت هنا هيتوقف على درجة السيفيريتي، هل العيان مايلد كيس؟ مايلد كيس يبقى عنده دور برد، وكل اللي زاد عليه انه بدأ يبقى عنده ويز مع الكوف والمايلد ديزنيا اللي قلنا عليه. يبقى التريتمنت هنا هيكون اوت بيشنت تريتمنت، الهوسبيتاليزيشن اونلي فور سيفير كيسز، اللي بدا يبقى فيها هايبوكسيميا، بدا يبقى فيها اريتابيليتي، بدا يبقى فيها ريفيوزال اوف فيدنج، بدا يبقى فيها ريسبيراتوري ديستريس بدرجات، دي اللي لازم تدخل مستشفى لانها محتاجه انها تتحط على اكسجين علشان ريسبيراتوري ديستريس. الريسك فاكتور احنا اتفقنا ان في البري تيرم والاندرلاين ديزيز، زي العيانين اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز او كونجنتال لانج ديزيز، او الناس اللي عندها اميون ديفيشنسي، دول ما ينفعش يتعالجوا في البيت، لان دول من البدايه هيبقوا عيانين هاي ريسك ان يجي لهم هارت فيلير، وهاي ريسك ان يجي لهم ريسبيراتوري فيلير، فدول ما ينفعش انهم يتعالجوا في البيت، يبقى من البدايه ده لازم هيدخل المستشفى. طيب ايه التريتمنت؟ اول حاجه الجود هيدريشن، ودي اهم حاجه لان احنا قلنا ان احنا معرضين يجي لنا دي هيدريشن. رقم اثنين الاكسجينيشن، الاكسجين سبورت، لان انت قلت ان مشكله الراجل ده هايبوكسيا وهايبوكسيميا، انا مدخله المستشفى عشان هايبوكسيا، يبقى لازم ياخد اكسجين سبورت. مهم قوي موضوع الراسينك ادرينالين انهيليشن، لان كلمه ادرينالين انهيليشن ده لاين اوف تريتمنت، لاين اوف ثيرابي، ومن اللاينز اوف ثيرابي اللي برضه بتتسال في الام سي كيو، الام سي كيو كتير، ايه اللي يتاخد؟ هل هتدي له برونكو دايليتور؟ الاجابه مش هو ده المين. هل هتدي له كورتيكوسترويد؟ برضه مش هو ده المين. المين عندي الراسينك ادرينالين، وده هيعمل فازو كونستريكشن للميكوز، للبلاد فيزلز اللي في الميكوزا الوول، فيبدا يقلل الهايبرينيا اللي فيها، فيبدا يقلل الوول إديمة، فيبدا يقلل الثيكنس اللي موجود في الوول، فيفتح ليه. الهايبرتونيك سلاين ده دوره ايه؟ ده دوره ان هو بيقلل الاديمه اللي موجوده في البرونكيال وول، وده برده من الحاجات اللي بتقلل الدبرس، بتقلل الجوبلت سيكريشن، يعني برده من ضمن الحاجات المهمه انها تقلل البرونكوسبازم اللي موجود، او تقلل البرونكيال اوبستراكشن اللي موجود، وده مهم برده ما يتنساش في التريتمنت. الانتي بيوتيك هنا دورها ثانوي، لو حصل بكتيريال انفكشن حد انتي بيوتيك، ما حصلش فمالهاش رول، لان احنا متفقين من البدايه ان هو فيرال ديزيز مور باكتيريال ديزيز. البرونكو دايليتور والكورتيكوسترويد يعني زي ما قلنا في الازمه ان ليهم دور وشرحناه في الازمه بالتفصيل، لكن هل هي دي ازمه؟ الاجابه لا. هل المين باثولوجي هنا برونكو سبازم علشان انا ادي برونكو دايليتور؟ الاجابه لا. هل في ماسل لاير؟ الماسل لاير دي عامله برونكو كونستريكشن فعلاجها برونكو دايليتيشن؟ الاجابه لا. فبرضه الحاجات دي كونتروفيرسي، يعني ينفع اديها وينفع ما اديهاش. الريبافيرين، الريبافيرين ده انتي فايرال وده غالي جدا. طب هنديه لكل الحالات؟ الاجابه لا. انا بدي ريبافيرين فقط للعيانين الهاي ريسك، العيان اللي انا خايف عليه يجيله كونجنتال كونجستيف هارت فيلير، وخايف عليه ان يجيله ريسبيراتوري فيلير، يبقى انا هخليها للعيانين الهاي ريسك اللي انا قلت عليهم، العيانين اللي عندهم كونجنتال لانج ديزيز، كونجنتال هارت ديزيز، العيان اللي عنده مشاكل في الاميونيتي، هم دول اللي لو جالهم اكيوت برونكولايتس هيبقى بالنسبه لهم فيتال، فلازم ادخل لهم الريبافيرين او الانتي فايرال دراج، وده مهم وبيتسال كتير قوي في الامتحانات. مهم قوي نخلي بالنا بين في الفرق بين الكلمتين، تعمل بريفنشن ازاي وتريتمنت ازاي. البريفنشن هنا معتمد على حاجه اسمها انترافينس اميونوجلوبولين، يعني انا خدت، احنا قلنا الاستاتين فيتال فيروس ليه بيجي مره واحده وما بيتكررش؟ عشان الجسم بيكون اميونوجلوبولين للفيروس فبتديله مناعه. انا هاخد الانترافينوس اميونوجلوبولين دي جاهزه، اديها لواحد هاي ريسك انا خايف عليه، زي واحد عنده كونجنتال هارت، زي واحد عنده كونجنتال لانج ديزيز، ده يديله بريفنشن، يديله حمايه كان انا بديله فاكسين، ده يديله حمايه من الفيروس.
طيب يبقى ال 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 لقوا ان السيفيريتي بتاع او الانسيدنت بيقل بتاع الاكيوت برونكولايتس لو اديت العيانين دول انترافينوس المونوجلوبولين للريسبيرتوري سيتي الفيروس زي كاني طعمتهم ضد الفيروس، وعلشان برضو المونوجلوبولين دي حاجه غاليه ومش متوفره احنا بنخليها فقط للحالات الهاي ريسك اللي قلنا عليها الكونجنتال هارت.